بيان من شركة أديداس حول الزليج يصفع المغرب على قفاها. أديداس هدأت المغرب في بيانها كالأطفال، وقالت لهم أنها تحترم الشعب المغربي وضد الاستيلاء الثقافي، فيما لم يرد في البيان أي تراجع من أديداس على خطوة إظهار الزليج على أقمصة المنتخب الجزائري، بل ذابت لأبعد من ذلك وطرحت القميص المستوحى من النقوش الزخرفية لقصر المشورة لمساني في نفس اليوم، وبذلك أديداس أنهت رسميا أزمة الزليج. ولكن المغرب لم يتجرعوا الموضوع وأخذوا يحرفون في البيان ودعوا أن أديداس اعتذرت للمغرب، وهو غير صحيح بتاتا، بل من المضحك أن تعتبر تلك الكلمات اعتذار. لا علينا، المهم والأهم الزليج الجزائري باق على قميص حماء المنتخب الوطني. تحيا الجزائر. للمزيد تابعوا جورناليست، الصحفي الذي ينطق حرف الراء غاء. إذا أعجبك الفيديو ما تنسى جرب ابوني وبارطاجي مع صحابك، وخلينا رأيك في التعليقات.